بالحسن عبد اللطيف، عضو حزب الطليعه الديمقراطيه الاشتراكي بمدينه المحمديه. بغينا نعرفوا يعني كي كتشوفوا تسير الجماعي لمدينه المحمديه اللي واخذها الان حزب العداله والتنميه مدينه المحمديه. مع الاسف الشديد يعني على انه الجميع تيلاحظ على انه الجمود، اقول الجمود وكنسطر عليها بسطر احمر، ديال العمل ديال المجلس البلدي ديال المحمديه. هذا الجمود هذا ما جاش اعتباطي، هذا الجمود هذا وراءه موقف يعني على انه يمكن نقولوا عبثي، لانه موقف انتظاري من اجل انتظار اش غتصفر عليه الانتخابات المقبله، الانتخابات الشرعيه. يعني على انه ليس من السياسه في شيء، وليس من المبادئ في شيء، يعني على انه تجميد جميع المسائل الى حين انتهاء الانتخابات، الى حين معرفه المصير. الان مدينه المحمديه تعيش يعني على انه فوضى على جميع المستويات، على مستوى البناء، على مستوى المرافق، على مستوى التاكسيات، على مستوى غلق المعامل، على مستوى الاحتلال الملك العمومي الى اخره، والمجلس البلدي عاجز عن اتخاذ اي قرار. فحنا تنقولوا يعني على انه كفى، جاء الوقت الان للقوه ديال اليسار يعني على انه توقف هذه المهزله هذه، وتوحد من اجل يعني على الاقل على انه ندخلوا في جبهه موحده على الاقل في الانتخابات الحاليه المقبلة، من أجل سد الطريق على هاد اللوبيات هذه كاملة، يعني على أنه اللي كتفسد مدينة المحمدية.